بركة الناصر بمحافظة حجة أو ما يطلق عليها ببركة الموت لكثرة ضحاياها، بركة ما تعادل مساحتها ثلثي ملعب كرة قدم، وتقع بقلب المدينة بحي مزدحم بالسكان لا يوجد لها سور، وهي ممتلئة بالمياه تشكل خطرا كبيرا على السكان. بقلب مدينة حجة تتربع بركة الناصر الأثرية التي كانت يوما ما مصدرا لمياه الشرب النقية، تغير حالها لتصبح على النحو الذي تشاهدون. من يراها لأول مرة يعتقد بأنها متنفسا طبيعيا لكثرة العشب الذي يغطي سطحها، لكنها بحقيقة الأمر مصيدة بعمق يتجاوز 10 مترات، ومعظم ضحاياها من الأطفال وزوار المدينة الجدد. بركة الناصر اللي بناها الإمام أحمد قبل الثورة بعشر 15 سنة، غنيقة هي غنيقة، غني كلب منها قرب منها وانتقى البقر منها. هذا الأعشاب اللي شفتوها أعشاب في الرأس بس، والله من تحت كلها خلب وماء ومجارس الماء والسيول والأمطار لها. الضحية الأولى كان لطفل نزلت عليها الكرة حسب أنها أعشاب، نزل يشتري بالزاء غطس أنقذناه بعجوبة. الضحية الثانية كان المقوتانة، واحد نزل يشتري بعطلة أعشاب، هذا الغنم حقه طحص ثابت فيها عجلة، ولا لقوها من مريوي ولا معنا منها مصلحة. البركة أيضا باتت مكبا للنفايات التي تطفو على السطح مع ارتفاع منسوب المياه، كما أصبحت أيضا مستنقعا لمياه الصرف الصحي لبعض المنازل المجاورة، الأمر الذي جعلها مصدرا لكثير من الأمراض، ناهيك عن الصعوبة التي باتت تشكله أثناء انتشال الضحايا. كل ما في من قمامة ترجم إلى داخلها، فهذه بتشكل على الحي بكاملة خطورة للمكروبات ونقل البكتيريا والحشرات ما يستجن كذا، لأن داخلها أشجار حلزية زي الحباء، يعني لو غطس ما يطلعش جنبه. وكثير ضحايا قد راحوا؟ أيوة كثير ضحايا مر قد راحوا منها، لكن نشي من الجهة المسؤولة على أن يتعالج هذا الموقف. هذا لا تبتلوش كذية خضراء، هذا كلها مرض، هذا أشجار فوق البريكة ولا ما هي بريكة من تحت، ضرين منها من حيث الوباء ومن حيث النامس ومن حيث الرائحة ومن حيث الكل، وإذا انثلت تدفع فوق البيوت. بركة الموت حسب قول الكثيرين باتت تهدد حياة أطفالهم لقربها من مدارسهم، كونها لا تمتلك أبسط مقومات السلامة كسور من الحديد أو حتى لوحة إرشادية لتوعية المرة بخطورتها. أنا أناشد الأخوة المسؤولين في محافظة حجة وفي وزارة الصحة وفي مكتب الصحة أنه يحلوا لنا هذه المشكلة. لا يوجد سوء ينقذ أطفالنا، أكثر قلت لك أكثر من 4 مدارس أطفال، أكثر من 4 مدارس أطفال يمروا من هذا الطريق. رسالة لأن المجلس المحلي ينظر فيها، لا يبقى هكذا مهمل إلا هكذا كذا. مسلسل الموت ببركة الناصر بحجة سيستمر ما لم يكن للجهات المعنية توجها جاد لإيجاد حلول تضمن الحد من إزهاق أرواح جديدة. فؤاد الرزيقي لبرنامج صدى الأسبوع. رغم الظروف التي تمر به بلادنا وانقطاع المرتبات وقلة السيولة المالية، إلا أنه يلاحظ ارتفاع أسعار الأضحيات بأسواق حجة والحديدة، مما جعل الكثيرين يتوقفون عن شراء أضحية العيد. مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك يستعد اليمنيون لاستقباله رغم الظروف الاقتصادية التي يمرون بها. هذه الظروف المتمثلة قبل كل شيء في توقف صرف رواتبهم ومنذ أشهر، ولعل الهم الأكبر لدى معظمهم يتمثل في شراء الأضحية. ولكن المشكلة لا تنتهي هنا، فقد لاحظت كاميرا السعيدة لدى نزولها لبعض أسواق تهامة والشهيرة بجودة مواشيها التي يقبل عليها تجار المواشي من مختلف مناطق اليمن، لاحظت ارتفاع أسعارها وبشكل كبير. بالنسبة لأسعار الكباش فهي غالية هذه السنة بسبب أوضاع المعيشة وعدم صرف الراتب للموظفين. بالنسبة للكباش يعني الناس اليوم ما بالسيولة طبعا، وفترة ما بالعمل وما بالمرتب راتب. يقف الكثير من الناس عاجزين عن شراء كبش العيد،
متسائلين عن سبب هذا الجشع الذي يمارسه أصحاب المواشي لا سيما في مثل هذه الأوقات. ففي الوقت الذي توقفت فيه الصادرات من المواشي نتيجة حالة الحرب والحصار التي تعيشها البلاد، يفترض انخفاض أسعارها للعكس، أو على أقل تقدير ثبات أسعارها الغير مرتبطة كليا بأسعار العملات الأجنبية التي يتخذها كثيرون ذريعة لرفع الأسعار، الأمر الذي قد يعكر عليهم فرحة العيد القادمة وطقوسه الدينية والاجتماعية التي اعتادوا عليها كل عام. نحن نعاني من الغلاء، هذا العيد القادم علينا من الغلاء الكباش، حيث أنه لا يوجد تصدير ولا استيراد، والمواطن ضعيف ليس عنده سيولة، ليس فيها فقر. يرجو المواطنون ضبط هذه الممارسات والاستغلال المفروض عليهم من قبل بعض أصحاب النفوس الضعيفة التي لا هم لها سوى جمع المال على حساب حوائج الفقراء الذين طحنتهم الظروف ولن يروق لهم دوام هذا الحال، فهم الأضحية من قبل ومن بعد، ولسان حالهم يقول لا يضير الشاة سلخها بعد ذبحها. ورسالة موجهة كما أشاروا إلى جميع الجهات الرقابية والتنفيذية المعنية بضبط الأسعار ويغيب دورها تماما في الأسواق. من جانب آخر، اعتبر البعض ممن لهم قدرة على الشراء اعتبروا غياب الكهرباء وعدم القدرة على التبريد سببا في عزوف البعض عن شراء الأضحية لهذا العام. في مثل هذه الأوقات من كل عام تنشط حركة الشراء في أسواق الأغنام والأبقار، إلا أن سوق المواشي هذا العام يشهد ركودا غير مسبوق. ورغم أن السوق يعج بوفرة كبيرة في أعداد الأضاحي، إلا أن الإقبال على شرائها لا يزال ضعيف جدا من قبل المواطنين، فمعظم العائلات بالعاصمة قد تضطر مجبرة للتخلي عن الأضحية هذا العام نتيجة لانعدام التبريد. أولا يا أخي ما بش كهرباء، ثاني حاجة المواشي كثير وما بش توريد وما بش تبريد ثلاجات، وخايفين نحن نبطل الضحية من سب هذا الشيء مشان هذا الموضوع، وما بش كهرب، ما بش كذا، ما بش ثلاجات، ما بش أي حاجة ولا معاشات، بحكم ما بش تبريد هذا بيبطلوا الناس الضحية أكيد، مضطرين قدوا غصب علينا. ما بش سنة، ما بش زي كل سنة نهائيا، السوق المرة هذا هابط نهائيا، ما بش زبائن يجوا بعشرة زي كل سنة ما بش. صحيح قد يستسلم البعض للواقع، وربما قد يلجأ آخرون إلى إيجاد حلول وبدائل أخرى لإسعاد أفراد عائلاتهم. عدم وجود الكهرباء والثلاجات معطلة، فنضطر نحن نشتري بالكيلو كل يوم بيومي، هل ما تشتري تخرب. قد يضطر المواطنون للتخلي عن شعيرة دينية نبوية اعتادوا على ممارستها في كل عام، لكن صعوبة الأوضاع المعيشية وأزمات الأزمة الحالية أحالت دون ذلك. مع استمرار المواجهات والحرب التي تشهدها تعز، يأتي العيد في هذه المحافظة بطقس متغير، فالبعض يتحدث عن توقف الزيارات نتيجة الأوضاع، فيما تشهد الأسواق ركودا وارتفاعا في الأسعار. في كل بقاع العالم يستعد المسلمون لاستقبال عيد الأضحى بالبهجة والسرور، إلا في اليمن وخاصة في تعز التي يستعد فيها المواطنون لاستقباله بتوديع ضحاياهم، وقد تحولت منازلهم إلى أنقاض بفعل ضربات الآلات الحربية التي تخلف يوما عن آخر مزيدا من الدمار والقتلى، كانت كافية لسلب الفرحة من أوساط المجتمع. هذا العام كما هو مشهود من كثرة الدمار والتخريب والنزوح وعدم الاستقرار. السنة هذه الدنيا كلها يعني محطم بؤس شديد، من موتى، من أطفال، من نساء، من رجال، من صغير، من كبير، من أسود، من أبيض، يعني الآن في بؤس كبير جدا في داخل البلاد. حتى لو ما فيش واحد أصيب ولا خرب بيته، يعني متعب على ما يلاحظ من الثانيين، هو عيد مش عيد فرحة. هذا تعز التي توقفت على مشاريفها الأفراح واستبدلت بالمآسي والجراح، أوقفت كل التحضيرات المعتادة للأعياد وأبقتها على الأطفال فقط علهم يعيدون شيئا من البهجة، كما ألغى الجميع كافة أجندة التنزه والزيارات العائلية المعتادة إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه. مش موجودة الفرحة، كلنا نحاول نفرح الأطفال قدر الإمكان، العيد بيكون عيد للأطفال فقط، حتى في كل محيط الحارة مش أكثر، أما حكاية زيارات ولقاءات هذا شيء
تقريبا ملغي هذا العيد. وين عاد في امان حتى الجاهل يخرج يلعب؟ قد احنا بالبيوت نجلس، يا الله الصباح كذا لو في معانا غرض خرجنا ورجعنا. المعاناة في المحافظة تبدو جلية من خلال الأسواق بمختلف تخصصاتها، والتي تشهد ركودا غير معهود جراء ارتفاع الأسعار مقارنة بدخل المواطن، حيث تعجز الكثير من الأسر لشراء احتياجات العيد. ما قدرناش ندخل الأغنام حقنا السنة ذي، تجي يعني تسوق تروح تدي بضاعة يقول الله ممنوع تدخلوهن. هاي السنة كل العمل ما فيه نهائيا، والمكسرات ارتفعت فوق الزبيب. وين السوق؟ ما السوق ما فيه ولا سوق، الناس كلهم نازعين، وينهم الناس؟ ولا في واحد ذو السوق طافي ما زي كل سنة. الموسم السنة هذه انخفض كثير بحدود 50% أو أقل من 50%. الناس في أزمة مالية شديدة، معظم سكان تعز بسبب توقف الأشغال، الأعمال، التجارة، يعني والباقي الكل يعرفه. فهذه أزمة على الناس، فالقدرة الشرائية وخاصة ارتفاع أسعار الأعياد، فشيعين الله الناس على ذلك. في بعضهم عنده الرواتب ما فيش، واللي أن اللي عنده مثلا محلات مقفل محلات ما يقدرش يجيب يوفر الحاجة الأساسية، قد ما يقدرش يوفر حين الأكل والشرب ما عدا الثياب. الصورة واضحة، فلا وجود لمظاهر الفرح في استقبال عيد الأضحى في تعز، حيث الدمار والخراب والقتل والتشريد كان العامل الأبرز في رسم مشهد غلبت عليه الكآبة وأخفت مظاهر الفرح.